هو اي نعم اسمه تحسي يعني بيعملك كده اول ما تسمعيه زعلوك زعلوك، بس انا متحمسه اكل زعلوك. جاهزه يا بيبي؟ 3 2 1. يا لهوي نكت، ده عارفه الموضوع ده قديم قوي قوي، بطل حد دلوقتي يقول نكت صح؟ فار؟ اديني قلت لك نكته شفتي بقى. يعني انت اسم الاكله ايه مثلا؟ زعلوك. زعلوك اسمه مش غريب ابدا، كل الناس بتسمي زعلوك. ايه الكذب اللي انتم فيه ده؟ لكن المره دي انا لوحدي. انت خلينا نسمع صوتك. يا لهوي. طب قولي لي اغنيه واحده حتى نقطه كده جزء، يعني كل مره كده هتذليني قبل ما تغني لي. ويا مؤنياتي يا سلام خاطري، وانا احبك 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 يا سلام.